إذا الواحد ما بينتبه على بلده بغفلة عين ممكن أنه يصير هو لاجئ ببلده. يعني كتار من المسؤولين بالدولة اللبنانية نسوا أنه هني مسؤولين بالدولة اللبنانية الموجودين بالدولة، ما بدهم يكونوا دولة أحرار هني، بس يفكوا عن دولة على القليلة حتى غيرهم يعرف يعمل دولة. موضوعنا اليوم هو الوجود السوري غير الشرعي بلبنان. كل يلي راح أطرحه ما قالوا علاقة بنظرتنا للشعب السوري، لأنه نظرتنا للشعب السوري نظرة واضحة جدا، هيدا شعب جار، شعب شقيق. اللي بدي أحكيه لا انطلاقا من حساسية، أبدا ما عنا أي حساسية لا على الشعب السوري ولا على الشعب العراقي لا سمح الله ولا على غيره، ولا انطلاقا لا من حقد معين ولا من أحداث معينة. أوطان إذا بدنا يكون عنا وطن، ونحن بدنا يكون عنا وطن وعنا وطن، أوطان إلى ثوابت وإلى مقومات وإلى قوانين، إذا بتخرج عنهم بتبطل أوطان. إذا الواحد ما بينتبه على بلده بغفلة عين ممكن أنه يصير هو لاجئ ببلده. فيني أفترض، وهذا افتراض علمي مش افتراض خيالي، على أنه بسهولة الأزمة السورية فيها تمتد بعد 13 سنة تانية لقدام. المقدر على أنه سنة 2030، يعني بعد 6 سنين بس، 2030 بعد 6 سنين مقدر على أنه يكونوا صاروا 4 مليون، يعني قد اللبنانيين تماما. نسبة الولادة عند المواطنين السوريين عند اللاجئين السوريين بين 5-7%، نسبة الولادات عند اللبنانية على بعضها بالكاد بتطلع 2-2.1 بالكاد 2%. بقى منكون صرنا سوريين قد اللبنانيين، وبالتالي كان الله يحب المحسنين، كان عندنا وطن اسمه لبنان. جوهر الموضوع انه ما في شعب بيقدر يحمل شعب قده على أرضه، وبالأخص إذا كان وضعه مثل الوضع اللبناني، وضع بدون سلطة سياسية، فعليا بدون سلطة سياسية، وضع اقتصادي يعني بحالة يزرى إلى، وبدون أي أفق سياسي، وبذات الوقت عندك شعب قد شعبك، بتكون النهاية بكل سهولة على أنه ممكن نخسر وطننا. المسألة بالنسبة لنا هي خطر وجودي. من 13 سنة لهلا الشعب اللبناني ما ترك شيء فيه يعمله للاجئين السوريين إلا ما عمله. طبعا نحن بنعرف كشعب بعض الأوقات عندنا مسؤوليات إنسانية إمنا فيها وأكثر، بس أكثر ب13 مرة مثل ما لازم. يا جماعة، لبنان بالقانون الدولي وطبعا لسبب أولى منه بلد لجوء، بلد عبور، باتفاقية رسمية بين لبنان والأمم المتحدة، ممثل الأمم المتحدة بالمفوضية السامية للاجئين، اتفاقية بتاريخ 30/10/2003، اتفاقية ما هيك. لبنان بلد عبور، إذا إجا ناس لاجئين بشكل طارئ مثل ما إجوا السوريين سنة 2011 مزبوط بشكل طارئ إجوا عظيم، بيستقبلون لبنان بس عقده عمدة سنة، شرط أنه بهالسنة المفوضية السامية للاجئين شو بتكون عملت؟ يا وطنتهم بدولة تالتة أوكي؟ يا أعادتهم إلى بلادهم. نحن قد صرنا هلا 13 سنة، مشان هيك قلت بأول حديثي أنه عملنا واجباتنا 13 مرة أكثر مع اللاجئين السوريين يلي بلبنان. كل اللاجئين السوريين الموجودين هلا بلبنان باستثناء اللي معهم اقامات، انتبهوا، اللي معهم اقامات، معهم اقامات من الدوله اللبنانيه، في 300,000 معهم اقامات على راسي قبل عين، هي وضع قانوني. باستثناء هال 300,000 كل الباقي من المليونين وجود غير شرعي. المفوضيه العليا مصنفتهم لاجئين، بتصنفهم لاجئين عندها مش عندنا، بس هاي بخلاف قوانين الاتفاقيه الموجوده بين لبنان وبين المفوضيه السامية للاجئين. طيب شو توصيفهم القانوني؟ اي قانون بينطبق عليهم؟ بكل بساطه بينطبق عليهم قانون الاقامه والاقامه والخروج من لبنان. يعني احنا دوله يا مش دوله؟ نحن ما رح نقبل الا نكون دوله. الموجودين بالدوله ما بدهم يكونوا دوله احرار هن، بس يفكوا عن دوله على القليله حتى غيرهم يعرف يعمل دوله. بلبنان في عنا قانون، هو قانون 62/11/7/1962. لك شو بنص هالقانون؟ هذا قانون خصوصي مشان الامن العام. كل اجنبي يخالف شروط الاقامه سواء كان في دخوله البلاد او عدم حصوله على اقامه شرعيه او عدم تجديدها يرحل الى بلاده. الكل بالدوله تتكونوا عارفين، وهلا يعني من وراء الجولات اللي عملناها، بالاخص الجوله اللي عملتها النايب ستيفا جعجع، كل مسؤول عم يحط على الثاني انه مش عندي، عندك كيف مش عندك؟ قرار الترحيل هو قرار اداري يتخذه الامن العام انفاذا للقانون المشار اليه على، وهو ليس بحاجه الا قرار قضائي. كان من ضمن القانون محطوطه، بيقول لك بدي قرار سياسي، خي لا ما بدك قرار سياسي، ما القرار السياسي هو القانون. يعني كثار من المسؤولين بالدوله اللبنانيه نسوا انه هن مسؤولين بالدوله اللبنانيه، ربنا من عنده ستر،
انه بها 13 سنه ما التقى اي طرف اقليمي اوكي يعني ينتبه لهالواقع ويحط الامكانيات اللازمه تيسلح هاللاجئين السوريين يلي بلبنان. المسؤوليه السياسيه تقع على رئيس الحكومه ووزير الداخليه، بمعنى انه متابعه الاجهزه الامنيه لتقوم بواجباتها. المسؤوليه الاولى بموضوع اللاجئين السوريين تقع على الامن العام، لانه هو المسؤول بقانون 63 على اعطاء الاجازات وعلى الدخول لبنان والخروج منه والاقامه فيه، هو المسؤول. هو المسؤولين السياسيين يلي عليهم انه يتابعوا الاجهزه الامنيه. الامن العام بالدرجه الاولى هو المسؤول، مع الامن العام قوى الامن الداخلي والجيش، بمعنى انه بس يضبطوا حيلا اجنبي على ارض لبنان ما معه اقامه عليهم انه يوقفوا ياخذوا يسلموا للامن العام. وبالتالي بدها كل هالمستويات تشتغل مع بعضها خلال شهرين ثلاثه اربعه بتكون الازمه كلها سوا محلوله. صار لنا 13 سنة بنحكي بالمشكلة، بنحكي، في بعض الناس بيحكوا، لو بيسكتوا شوي بشرفهم، كانوا كل الوقت هن بكل هالوزارات، وكان عندهم كل السلطة اللازمة، وبيحكوا، ما عملوا أي شيء. هلا معلش نحن بدنا نعمل، وعم نعمل. ما رح نترك بقى هالأزمة. بدي أطلب من رؤساء الاتحادات بالكورة مثلا، الصديق ربيع الأيوبي، أو بالبترون مرسلين الحرك، أو بجبال، أو بكسروان، أو بالمد الشمالي، أو بعبدة، أو بعلي، رؤساء بلديات او رئيس بلديه زحله، بيطلب منهم يطبقوا تعميم وزير الداخليه على الاخر. بدي اقول لهم شغله، في البعض اوقات عم بيتحجوا على انه الشرطه البلديه عندهم مش كافيه. نحن مستعدين مطرح الشرطه البلديه مش كافيه انه نقدم قديش بدهم متطوعين للشرطه البلديه باشراف الشرطه البلديه، مشان الشرطه البلديه تقدر تقوم بمهامها. بس ما بقى رح نسكت عن اي حدا متخلف، ان كان رئيس حكومه او وزير داخليه او محافظ او رئيس اتحاد بلديات او رئيس بلديه، لانه المساله مساله وجوديه.